يعطيك العافية أستاذ. أهلا. نعم أستاذ، بتسمح لي أروح على البيت قبل بساعة؟ المرة تعبانة كتير وبدي أخذها على الدكتور. وأنا شو دخلني؟ هداك رئيس المرأة الجديد، روح لعنده. أنا ما عاد دخلني بالقصة. حاضر. شد البرغي منيح يا مروان. حاضر معلم. يعطيك العافية أستاذ خالد. علي أبو رعد، خير؟ شو في؟ بتسمح لي روح على البيت قبل بساعة؟ المرة مرضانة وبدي أخذها عند الدكتور. هي روح، الله معك، معافاه إن شاء الله. الله يعافي قلبك. أهلي يا أبو رعد، مع السلامة. وين الرومان يا مروان؟ ليكو على يمينك معلم. وهاي العسلات، نقلت النحلات خصوصي على مرعى اليانسون من شانك. يسلموا هديات. هدول عسلات زرافة كتير، تاكلوهم بالهنا، ما فيهم جنس الغش. أنا ما بشتري من السوق لأنه بخاف يكونوا مغشوشين، لذلك بوصيك لأني بعرف إنه عسلاتك طيبين وما في منهم. هدول أول قطفة، إمتى ما خلصوا أنا جاهز أستاذ ممدوح. اللي شلونك بالمرقاب؟ إن شاء الله رئيسك الجديد ما عم يضايقك ويعذبك. عم اتعب كتير يا أستاذ ممدوح. معناتها لازم اتصل فيه ووصي فيك. يا ريت تتصلي بالمدير فرد مرة، بدي ارجع على المديرية. لك بترجع بترجع، بس اصبر لك شي يومين ثلاثة لحتى يهدى المدير العام. يهدى؟ ليش شبه؟ زعلان منك وكان بده ينقلك على دير الزور، لو ما توسطت لك انا عنده ونقلك بعدين للمرقب. وما عرفت لي شو اللي مزعله مني؟ سمعان عنك طرطيش كلام انك عم تسمسر بالمديرية. ما عرفت لي مين اللي عم ينقل له اخباري؟ حاولت بس ما عرفت. خلاص عرفته، ما في غيره. الله يوقعه بايدي مره تانية. هالمره مو بس بدي اعطب له عينه، بدي اعور له اياها مشان يصير مثل اعور الدجال. استاذ سعيد، الرسوم اللي لازم يدفعوها المواطنين على معاملاتهم، مين بيحدد قيمتها؟ سيدي، من رئاسه مجلس الوزراء. طيب هاي الكسور شلون بتطلع؟ مثلا بتلاقي مثلا رسوم 17 ليرة و10 قروش مثلا، 278 ألف وفرنك مثلا. صحيح سيدي. سيدي، عادة الرسوم بتكون عدد صحيح، بس لما بينضاف عليها ضرائب مثلا بالمية كذا إدارة محلية، بالمية كذا ضريبة تانية، بالمية كذا ضريبة خامسة، بالمية كذا ضريبة رابعة، هيك بتجي الكسور سيدي. طيب نحن ما فينا نجبر الكسور؟ مثلا تحت الليرتين ونص لصالح المواطن وفوق الليرتين ونص لخزينة الدولة. سيدي، إذا كان عفنا ليرتين ونص تتأثر خزينة الدولة، وإذا أخذنا من المواطن ليرتين ونص زيادة بتقوم علينا القيامة. طيب مو أحسن ما يأخذهم موظف الصندوق؟ الحق على المواطنين مو علي. لو المواطنين يجيبوا فراطة قد الضريبة اللي بيدفعوها، ساعتها لا راح عليهم شيء ولا على الدولة. طيب شو رأيك إنه واحد طلعت رسومه 245 ليرة، أخذ منه موظف الصندوق 250، قال شو طابع لمكافحة الإيدز؟ معناها الحق مو على الضريبة، الحق على موظف الصندوق، هو نفسه دنية وما فينا نحكي معه شيء حتى لو لغينا الكسور من الرسوم. هي معك حق فيها، أنا لازم عين واحد بداله. ماما. بابا وينه؟ بمكتبه. ماما عنده حدا؟ لا، لوحده. شو عم يعمل لوحده؟ اكيد بيكون عم يقرا له شي كتاب طبي جديد. ماما بامكانها يدخل لعنده؟ شو قصة الاثنين؟ سؤال منك وسؤال منا، شو في؟ ماما ما في شي، بدي اساله كم سؤال بس. وما بصير تساليني الي؟ أنا أسئلتي ما بقدر جاوبني عليها إلا بابا. ها وإنت؟ أنا؟ لا، في هيك شغلة بدي آخذ رأيهم فيها. وطبعاً رأيي ما رح يعجبكم. اصطفلوا، هاي أبوكم عندكم، روحوا اسألوا على تليفونكم. يلا. استنى، أنا أول. أنا أول، اسمع لك. أنا أول. دقيقة.
وانتي شو قلتي له؟ قلت له اعتبره متعين. برافو. بابا انتي بعد عمر طويل رح تتخرجي وتصيري محامية وتدافعي عن حقوق الناس، صح؟ طبعا. في حق من الحقوق اسمه حق تكافؤ الفرص، وهذا مو بس انتو المحامين لازم تدافعوا عنه، نحن كمان لازم ندافع عنه ونأمنه لكل مواطن. بمعنى انه كل المتقدمين للمسابقة لازم يكون عندهم فرص متساوية، والأكفأ والأجدر هو اللي لازم ينجح بالمسابقة. يعني بمعنى تاني، إذا أنا لبيت طلب حسام ممكن آكل حق ناس تانيين متقدمين للمسابقة، وأنا ما بعتقد أنه بيهون عليكي أنه بابا يأكل حق حدا، صح؟ صح. معناتها بتسميلي على حسام وبتقولي له نفس الكلام اللي قلت لك. حاضر بابا. شهادتك أنا مالي دايم لك، مركزي ما بينفعك، اللي بينفعك هو علمك واجتهادك، لذلك بدي إياك الله يرضى عليك تدير بالك على مستقبلك وتدرس وتتخرج. أنا بوعدك يا بابا إنه بطل السهر ودير بالي على دراستي، وإن شاء الله السنة بتخرج يعني. إن شاء الله. إيه؟ وهلا شو طلباتك؟ طلباتي بابا، انت طول عمرك بتحسنا حس على فعل الخير ومساعدة الآخرين. في أخو لرفيقي يعني مقدم طلب لعندكم على المسابقة عندكم بالشركة وطالب مساعدتي شوف بابا، قبل ما تكمل، أنا فعلا علمتكم انكم تساعدوا الآخرين، بس على الصح مو على الخطأ، صح؟ صح صح مظبوط. ماما ليش قاعدة على الدرج؟ قومي فوتي على غرفتك. عم بستنى اخي. ليش طارق عند ابوكي؟ شو طارق؟ ابوك لساته رايق؟ رايق رايق. انت لساتك هون؟ وين ليلى؟ وين ليلى؟ بالمطبخ. قومي نادي لابوك بده اياها قومي يا وان. قومي هاي قومي اوان. ايه بلا صح بلا خطا. هلا كل ما طلبت منك طلب صغير بتعمل لي محاضره الى اول ما لاخر. على هالحالة ما رح تخلي لي ولا صديقة. هدية ما لازم اقبل، واسطة ما لازم اتدخل فيها. شو استفدنا من منصب المدير العام لكان؟ بس هم على الفاضي؟ يا أميرة شو مفكرة أنت يا شو مفكرة؟ طبعاً المسؤولية هم مو امتياز. يوه معقول؟ التفاهم معك صاير صعب كتير. يا أحمد
يا احمد مشي مع التيار، حاجه ماشي ضده بتتعب بعدين. خليني اتعب احسن ما يجرفني التيار لبير ماله قرار. لحظه شوي، التيار لبير ماله قرار. طلعت على القافيه ما. استاذ طلال. نعم. في هذا امين الصندوق اللي نقلناه على المديريه الفرعيه، وفي سائق اسمه لبيب، بتطلب لي اياهم خليهم يجوا لعندي فورا. حاضر استاذ غيره. وجيب لي اخباراته بدي اطلع عليها. حاضر. صباح الخير دكتور. يا هلا ابو صالح، يا هلا. تفضل اشرب قهوتك. يسلموا ايديك. الله يسلمك. شو حلوه ولا بسكر؟ حط ايدك فيها بتحلى دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. شريف. نعم. الله ينعم عليك. بس تقلت بالعشاء امبارح. شو قصدك؟ لا مو قصدي شيء، بس يعني شلون نمت امبارح؟ عادي مثل ما تنام كل هالناس. بقصد يعني ما شفت لي شيء منام جديد؟ لا ما شفت. لا لا بشريف، لا فعلا زعلتني، قلت لحالي يعني بركي شفت لي شيء منام بخصني. الو. احترامي سيادة المدير. الحمد لله. حاضر، دقيقتين بكون عندك. طلبك. شو بده منك المدير؟ إيه ما زالك سمعت المخابرة وعرفت إنه ما قال لي ليش طالبني، ليش عم تسأل؟ قلت لحالي يعني بركي بتعرف. هلا بروح لعنده وبعرف. إيه قوم قوم روح لعنده، قوم روح وارجع بسرعة وخبرني. إذا حدا سأل عني أنا ما بطول، خليه يستناني. على عيني. الله معك بشريف. شريف، انت شو بتعرف عن امين الصندوق اللي بالفرع؟ مثل ايش استاذ؟ يعني انا سمعت انه عم ياخذ زياده من المراجعين، يعني مثلا المراجع المفروض يدفع 91 ليره عم يعطيه 95، ما عم يرجع له الباقي. هذا استاذ اذا ما اخذ ال100 ليره معناتها انت بتعرف. كل الموظفين بالمديريه بيعرفوا، مو بس انا. طب ليش ما نبهتني؟ ما اتفقنا نكون ايد واحده؟ ما كنت مفكر رح توصل للفرع، كنت مفكر رح تكتفوا بموظفين المديرية. أنا لو كلفني الأمر سافر على كل فروعنا بالمحافظات رح سافر. الله يقويكم وياخذ بيدكم أستاذ. المهم يا أبو شريف، بدي إياك ترشح لي شي موظف أمين بدال أمين الصندوق. الأستاذ زياد الحسن، ما في أأمن منه بكل المديرية. شو بتعرف عنه؟ احكي لي. كان أمين مستودع على دور المدير الأولاني، ضل 10 سنين ما راح من المستودع غرض قيمته ليرة واحدة. وهلا وين عم يشتغل؟ بالذاتية. نقل المدير الجديد الله لي. كمل، ليش وقفت؟ المدير الحالي الأستاذ أكرم ما عجبه شغله، ما بده واحد شريف، قام نقله للذاتية. إيه الله يذكرك بالخير يا أستاذ جمال. مين جمال؟ المدير السابق. كان مدير بحقه حقيقي. ضل الاستاذ اكرم يفتري عليه ويحركش له لحتى زحلقه واستلم محله. وينه هلا الاستاذ جمال؟ حطه الاستاذ اكرم رئيس دائره العلاقات العامه، لا بحل ولا بربط. والمدير اكرم شو بتعرف عنه؟ شو بدي احكي لكم؟ لا احكي لكم الحكي كثير استاذ. من اولها؟ استنى طلال، خلي ابو صالح يساوي لنا قهوه. شرف. هذا يا سيدي. وشو هو الخبر؟ يا سيدي عم تصير عمليه تخريب مقصوده بالمرقاب، والمدير العام له ضلع فيها. شو عم تقول؟ مثل ما سمعت، والدليل موجود. احكي شو القصه؟ لطيف بعرفك، ها اوعك تكون عم بتفتري الشغله فيها مدير عام وضحكي لعبي. يا سيدي لا بدي افتري ولا بدي اكذب، قلت لك الدليل موجود.
استاذ، انا ترددت كثير قبل ما اجي لعندك واحكي لك شو القصه، بس ضميري ما طاوعني، قلت لازم المدير العام يعرف. اكيد الموضوع في سوء تفاهم ومو معقول يعني يكون لك ضلع فيه، لانه مثل ما بتعرف حضرتك يعلم الله اني احبك. استاذ ممدوح، انت عن شو عم تحكي؟ انا الي ضلع قصه تخريب؟ معاذ الله يا استاذ، مو معقول منه. انا اصلا اول ما سمعت الخبر كذبته، قلت مو معقول يعني حضرتكم رمز للصدق والامانه والاخلاص في العمل، يعني مو معقول كلكم ضلع بهيك موضوع يعني. ايه وبعدين؟ يعني بقصد ما بيجوز حضرتك تكون تسرعت شوي لما شلت لطيف وحطيت بداله خالد رئيس المرآب. ليش شو سوى خالد؟ طلع عضو مخرب، مو بعيد كمان كله صلات مع شبكة تخريب بالبلد، وصلات مع شبكات تخريب أجنبية، هدفها خرب اقتصاد البلد وخلق بلبلة فيه لإضعافه وإركاعه والنيل من صموده. أستاذ ممدوح، يا ريت بلا هالشعارات وجاوبني على قد سؤالي، خالد شو عمل؟ يا أستاذ، بالمرآب في باص معطل، وحضرتك يعني أمرت خالد بأنه يصلحه، بدل ما يصلحه خربه على الآخر، وفي عامل شافه عم يفك القطعة الخربانة ويكسرها عن عمد. أنت متأكد من هالحكي؟ أستاذ، بإمكانك تفتح تحقيق بالموضوع وتتأكد بنفسك. معك حق، أنا رح أفتح تحقيق، والتحقيق رح يكشف كل شيء عم يصير بالمديرية. الله لا يوجه له الخير يلي حكى عنك. طمني شو عملت؟ المدير العام رح يفتح تحقيق بالموضوع، وكل شيء موقف على شهادة العامل تبعك. ولا يهمك، مروان مستعد يشهد باللي بدي اياه، قصدي باللي بدنا اياه. إذا مبروك عليك رئاسة المرآب من أول وجديد. وإلك علي بس أرجع السلم لرجع للأولاد السيارات اللي انسحبت منهم. والمدير العام؟ ليش كل شيء عم نساويه؟ عم يدرى فيه المدير العام؟ لا دخيلك ما بدي، أنت بتعرف وداب الحرام كتار. بسيطة، بنقول له كان السائق طالع بمهمة، شاف ابنك بالطريق، طالع يوصله، ما فيها شيء. بلا بلا، أنا قررت إني أشتري لكل ولد سيارة. لكان خلي البنزينات على حسابنا. روح روح، يلا خلص. خلص سلام. أبو أحمد، حكيت لنا مع أبوك مشان أخي؟ إيه لكان لكان، حكيته. شو يعني لكان لكان حكيته؟ إذا انقبل لنقول له يداوم المسكين، وإذا ما انقبل لنقول له يأحق. لا مو مشان مازن أخوك. أيوه. إيه حكيت. ليك معتبر الموضوع منتهي. أيوه. أخوك محكوم شيء؟ أخي محكوم؟ أخي محكوم؟ طول بالك. مثل الغنمة بيمشي الحياة لحياة، تقول يا رب إيه الستر. طول بالك، قل له خليه يجيب ورقة لا حكم عليه وشهادة حسن سلوك، أو يعني هاي الأوراق الثبوتية، عرفت لك شلون؟ شهادة سواقة معه، يعني حباشات الروتين. إيه هيك شيء مبدئيا يعني. أهوتك علي يا أبو أحمد. إيه. أهوتك اليوم وبكرة الصبح. إيه ولا يهمك، بسيطة. قوم. وهي كفو أبو المجد، كفو كفو. أنت الكفو، أنت الكفو. شرك. حسام والله ما بعرف شو بدي أقول لك. يعني ما حكيتي بالموضوع؟ حق علي أنا ما كان لازم أطلب منك هذا الطلب وأحرجك. حسام ليش هيك عم تحكي؟ أنا حكيت مع بابا بالموضوع، بس شو؟ رفض يلبي لك طلبي؟ لا، هو ما رفض لأنه الطلب منك، بس بابا بصراحة ما بيحب الواسطة، وبابا بيآمن بتكافؤ الفرص، وإنه الأجدر هو اللي لازم ينجح، وإنه المواطن الصالح يجب أن يصل عبر التسلسل وإلى آخره. إيه تسلسل لكان. الحمد لله، شلونك أنت؟ يا أهلا وسهلا. أنت ليش ما عم تبيني؟ الله يعطيك العافية. لا ما في إزعاج منه، تفضلي. أنا موضوع؟ موضوع المسابقة. هذا موضوع تافه، لا تشغلي بالك فيه. طبعاً طبعاً حكيت أحمد وخلص رح يساعده. لا لا ما تهتمي، ما بينسى أبداً،
اعتبري الموضوع منتهي. ان شاء الله بنجي نتشرف. يا اهلا وسهلا. مع السلامه. وبعدين معك يا احمد، عم تحطني بكل موقف اصعب من الثاني. بس هو اللي توقعت؟ الله يوفقك يا سيادة مدير العام ويخليك ويعلم مراتك ويخلي لك اولادك وبعد عنك اولاد الحرام يا رب. خمس نسخ من كل وحده. شرف استاذ سليم. استاذ سليم؟ اه تفضل. لوين؟ عند المدير العام. طيب في غيري؟ انت بالذات هلا بدك تفوت. شرف. من هون استاذ سليم؟ اه هون المدير العام؟ لا شو الحكي. تفضل. احتراماتي. اهلا اهلا. يعطيكم العافيه استاذي. اهلا اهلا استاذ سليم، تفضل ارتاح. اهلا وسهلا فيك. شكرا. أهلاً. استاذ سليم انت امين الصندوق عندنا بالمديريه ما هيك؟ خدامكم سيدي. تفضل ارتاح تفضل. شو معك شهادات؟ سيدي انا معي ثلاث شهادات، معي السادس ومعي كفاءه اخذتها بال84 ومعي بكالوريا علمي. لا 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 سيدي، معي بكالوريا علمي ادبي. تفضل ارتاح تفضل ارتاح. بس يبدو انه عندك اهتمامات طبيه. انت بتقرا مقالات طبيه كثير؟ يعني سيدي محسوبكم يعني عندنا شويه اطلاعات طبيه ما بخلى الامر. طيب شو بتعرف لي مثلا عن مرض الايدز؟ يعني سيدي مرض الايدز يعني مو تفضل مو اكثر من الشيء يعني سيدي اللي بيكتبوا عنه بالجرايد. وشو بيكتبوا عنه؟ سيدي يعني الله يدفع البلاء، يعني بيكتبوا عنه انه سيدي الله يعافينا ويعافيك يا سيدي، يعني الشغله انه بيكتبوا عنه انه مرض خطير جدا جدا والله لا يبلينا. طيب وما بيكتبوا عنه مثلا انه الدول عم تحاول الحد من انتشاره وانه على المواطنين ان يساعدوا الدول في ذلك؟ بلا بلا سيدي عم يكتبوا هيك شيء. طيب برايك شلون المواطن العادي ممكن يساعد الدول بالحد من انتشار مرض الايدز؟ سيدي ان شاء الله صدقت انا سعيد معي ثلاث شهادات، بس يعني سيدي انا معلوماتي الطبيه كثير سطحيه يعني ما لها طعمه. بس انا عندي اقتراح بدك تقول لي شو رايك فيه. والله يا سيدي ممتاز. انا لسه ما قلته. تفضل سيدي. انا عم بقترح انه نعمل طابع نسميه طابع مكافحه الايدز، تكون قيمته مثلا 5 ليرات، بمعنى لما بيجي المواطن يدفع على الصندوق شو بيطلع عليه بناخذ منه 5 ليرات زياده. شو رايك سيدي؟ انا يعني انا بالنسبه لي يعني شو بدي اقول لك سيدي، انتوا اكتبوا هذا الشيء يعني طالعوا قرار، اكتبوا شيء خطي قرار، اكتبوا قرار بهذا الخصوص. ونحن سيدي من نفسه نحن ما علينا غير التنفيذ سيدي من نفسه. بس انا سمعت انك انت عم تنفذ الامر وعم تنفذ هالقرار قبل ما انا طالعه. اعوذ بالله سيدي، اعوذ بالله. شو هالحكي؟ اكيد بدي احكي لك سيدي، بدي اوقع بيني وبينك، له غرض، له مصلحه بهذا الشيء، مو معقول انا سيدي، معقول انا كمان هيك عم اقول. تفضل ارتاح استاذ سليم. قلت لحالي مو معقول كمان موظف منقول لعنا جديد ينفذ قرار قبل ما طالعه. شايف سيدي؟ سلامة فمك سيدي، معقول يعني انا من عندي هيك طالع قرار ونفذه واقعد اكتب بدون ما ارجع لك سيدي؟ مو مستحيل. انا كمان عم اقول هيك. اعوذ والله يا سيدي. لا تحلف. بس قالوا لي انك انت عم تاكل على المواطنين الكمالي، يعني ما عم ترجع لهم. اعوذ بالله سيدي، اعوذ بالله. شو ما رجع لهم الكمالي؟ اعوذ بالله سيدي. بس هي شلون بتصير القصه سيدي؟ انه يعني بتصدف عاده بيجي زبون بيجي للمراجع يعني بيكون زايد له ليره نص ليره، شغله مو محرزه سيدي، سلامة خيرك. فانا يعني بنحرج منه. هو لحاله شو بيقول لي؟ بلاها. انا يعني بنحرج باخذها. بعدين سيدي انا شو يعني شايفني مصرف على طول بده يكون معي فراطه سيدي؟ بس قالوا لي انه في عندك درج مليان فراطه. سيدي درج منين هي شغله الدرج كمان سيدي؟ سيدي سيدي عن جد التوبه اخر مره ما عاد عيد بنوب. لك ما بيكفي عم تسرق الناس وعم تسرقهم باسمي كمان. انا قلت لك تاخذ وتسرق من الناس حقهم؟ سيدي خلاص بقى سيدي، قلنا لك التوبة عن جد ما بعيدها سيدي عن جد. تاني مرة إذا عدتها قصي لي ثاني سيدي وأنا بوعدك رح ساويها، رح قصه. طيب سيدي أنا شلون بدي أحكي؟ مو المهم تحكي، المهم إنك ما تسرق. شبك صفنت؟ ما بتقدر ما؟ طول
لا تخاف هلا بيطلع، كل اللي بيفوتوا بيطلعوا. شرف. شو سليم وين؟ شو صار معنا؟ شو صار معي؟ كان عم يسألني عن موضوع الإيدز. الإيدز؟ شرف أستاذ سليم. شرف. حاضر أستاذ. من هون أستاذ سليم، هون الباب. عفوا. السلام عليكم. عليكم السلام. أنت لبيب الناصح ما هيك؟ نعم أستاذ. بعتقد أنك سائق عنا بالمديرية. أحسن سائق بكل المديرية أستاذ، وكل شغل المديرية صاير على كتافي. صدقني لا بكل ولا بمل، على طول مشاوير، روح لهون وتعال هون. يعطيك العافية. وهالمشاوير هي كلها للمصلحة العامة ولا فيها مشاوير خاصة؟ يعني ما بيخلى الأمر. توصيل جرة غاز للبيت، ربطة خبز، شوية خضرة، شيء من قريبه أستاذ. بس أنا سمعت أنك عم تشتغل على سيارتك الخاصة أثناء الدوام، هالكلام صحيح ولا لا؟ أعوذ بالله سيدي، شو هالحكي؟ صحيح عندي سيارة عم اشتغل عليها، لكن بعد الظهر مو أثناء الدوام. لا أثناء الدوام، حتى بالعلامة مبارح وصلت اثنين، في واحد منهم ختيار كبير كتير بالعمر، وجابوا لي هالتذكار منك. بجوز أستاذ، مبارح كنت إجازة واشتغلت على سيارتي قبل الظهر. طيب واللي قبله؟ واللي قبله واللي قبله؟ بتحب كمان ذكرك شو حاكي للجماعة اللي وصلتهم على المديرية ولا بلاها؟ ما في داعي سيدي. شوف يا ابني، إذا بدك تشتغل أثناء الدوام يا بتختار الوظيفة يا السيارة. إذا وصلت الشغلة لهون السيارة أستاذ. أصبح بتروح بتقدم استقالتك فوراً. مثل ما بتأمره سيدي. أستاذ أعطينا ورقة بيضة لقلك. خلصني. أرجو الموافقة على قبول استقالتي لبيب الناصح. تفضل، وبيعوض الله على هالألفين ورقة اللي عم تعطونا إياها بالشهر. خاطرك. أستاذ طلعت. نعم أستاذ. خلي تدخل لعندي. حاضر أستاذ، تفضل. شكرا. طيب احكي لي بالتفصيل شلون انكسرت القطعة معك. سيدي الشغلة ما بدها تفصيلات. عم فكها، زيرت عليها بمفك البراغي، عم كسر طرفها معي غصبا عني سيدي. يعني ما كسرتها قصدا ما؟ ولشو حتى اكسرها سيدي؟ طالما انا تطوعت لصلحها ليش حتى اكسرها؟ طيب كان في حدا جنبك لما انكسرت؟ كان في العامل مروان سيدي. خالد طلع فيي منيح، انت وعدتني انه الباص يشتغل. باذن الله سيدي باذن الله. راح اعطيك فرصة ثانية. بعد بكره راح تسمع باذنك صوت المحرك عم يدور سيدي. ان شاء الله. الله معك. السلام عليكم. مع السلامة. استاذ طلال. نعم استاذ. شرف لعندي شوي. حاضر استاذ. نعم استاذ. استاذ طلال بتعمل لي قرار بنقل امين الصندوق اللي عندنا للذاتية، بتعمل لي قرار تاني بنقل زياد الحسن من الذاتية اللي عندنا لهم. حاضر استاذ. في سائق اللي طلع من عندكم استاذ قدم استقالته، شو اعمل فيها؟ جيب لي اياها مع البريد لوافق له عليها. حاضر استاذ. شو فهمت مني؟ مين ما سالك بتقول خالد اللي كسرها بعد ما رفع على الارض مشان يقول انكسرت لحالها، مفهوم؟ مفهوم عليك. عود. وبعد ما ارجع السلم رئيس مرقاب، انت راح تكون ذراع يمين، وراح اخلي كل السائقين يحسبوا لك الف حساب. انا ماني شايف انه القصه مستاهله كثير، قطعه وانكسرت، شو صار؟ اصلا الميكرو هيك عاطل. يا غشيم، الشغله صارت اكبر من هيك. الشغله صارت شغله تخريب ويمكن تكبر، ويمكن صاحبك يروح فيها بسين وجيم. بعدين لا تنسى انه الاستاذ ممدوح هو اللي يتولى الموضوع بنفسه، وما راح يشيل ايده منه لحتى يجيب اجله. بقى مثل ما فهمتك، لا تضعف
وخليك عن كلامك ولا خاف. وهلا شو بدي اعمل؟ ما بعرف، انا مخرج ماني مؤلف. ما بخبي عنك، الفرع عندي فلتان، اذا ما مسكت الراس الكبير ما راح يمسك معي الفرع. قصدك المدير؟ ايه نعم. طيب نقله وحط واحد محله. لك شو نقله؟ شو الشغله فوضى؟ ما في شيء بين ايدي ضده، بلكي طلع مظلوم. طيب المدير ما عنده سكرتير، سكرتيره، مدير مكتب؟ اكيد. طيب نقول شي واحد منهم لسبب من الاسباب، وحط واحد من طرفك بينقل لك كل الاخبار. بخاف ما يقدر يحصل لي المعلومات اللي بحتاجها، لانه هذا المدير حريص وما بظن انه بيلقط حاله بسهوله. لكان شو مفكر تعمل؟ ما بعرف، ساعدني انت بشي حل. طيب شو رايك؟ لقيتها. طمن، انا مالي جاي اسالك عن المعامله لاني متاكد انه ما نسيتها. فعلا ما نسيتها، ان شاء الله باقرب فرصه بتجي بتلاقيها موقعه خالصه. لا يكن لك فكرين. انا جاي خبرك انك تاخذ راحتك وما تستعجل، لاني مسافر اسبوعين لجنيف بشغله مهمه، واملي كبير بس ارجع الاقي المعامله جاهزه. الله يطمنك بالخير. الا ريعتني، تروح وترجع بالسلامه. الحقيقه الحكي بهيك مواضيع مع المدير العام في شويه صعوبه، والمشكله انه المدير العام ما عم يفضل الواحد يفوت لعنده يحكي معه كلمتين على بعضهم، لكن انا بوعدك من رجعتك بتلاقي المعامله موقعه خالصه. شو رايك؟ فكره رائعه كثير، رح تسمح لك تفوت على كل غرف المديريه، بس يا ترى رح تقدر عليها؟ هلا كل شيء قدرت عليه ولساتك بتشك فيه. انا ما بنكر انك نفذت كل ادوارك بصوره دقيقه جدا ومحترفه، بس الدور عم تفكر تلعبه مو سهل، وهي غلطه ممكن تكشفك وتفشل كل الخطه. بعرف، مشان هيك انا لازم اتمرن على الدور منيح، وانا رح باخذك على محل يساعدك على التمرين كثير كثير. تفضلوا سيدي. اي حصلكم يا جماعه؟ تفضلوا سيدي اقروا. شو ها؟ قرار نقلك موقع من المدير العام. لا لا شو الحكي؟ نحن لسه ما لحق يسخن تحتي، شو القصة؟ امتى طلع ها؟ اليوم الصبح. اللي بقى شو عامل ولا؟ شو عامل؟ ماني عامل شيء. شو بدي اعمل شيء غير اللي بتعرفوه يعني؟ ما بيصير الا يكون في شيء ثاني مو سليم يا سيد سليم. شو سليم وما سليم؟ لا تقريب لا تقريب، ماني عامل شيء يعني ماني عامل شيء. معناتها بده يكون حدا موصل له للمدير العام كلام عنا. طيب والعمى؟ شو بيطلع بايدنا يعني؟ بدنا ننفذ القرار مثل ما اجى. لك شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ شو بنفذ القرار مثل ما اجى؟ ما بيصير، دبرني يا اخي، اتصل المدير العام حكي بركي حدا وازز علي عنده، ما بيصير. بعدين انا يعني طلعت روحي لانتقلت لعندك لهون. طيب طيب طيب، لشوف. على الهيدفون حاكي. خلاص وخليني اعرف احكي. الو، احترامي، انا المدير اكرم. استاذ بعثوا لنا قرار نقل امين الصندوق سليم وعينتوا لنا محله. نعم، امركم استاذ، امركم. طيب ممكن اعرف سبب النقل ليكون في سوء تفاهم؟ لا استاذ ابدا ابدا، ما بيجوز بنوب. انا ما برضى بهيك ابدا استاذ. انا لو كنت اعرف اصلا انا بنفسي كنت نقلته من زمان. نعم استاذ. نعم، طابع ايد. لا لا استاذ، ما عندنا هيك شيء بالدائره ابدا. ماشي استاذ، ماشي ماشي. امركم استاذ، امركم. يعطيك العافيه. الله لا يعطيك العافيه، المدير العام بيعرف عنك كل شيء. شو بعدين تعال هون؟ لا شو هذا طابع مكافحة الايدز اللي عم تاخذ رسمه من الناس؟ هذا تبع شو لا 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 عم تشتغل من وراي لا؟ بعدين خرجها. بعدين منيح اللي اكتفى بنقلها وما حولك للرقابة والتفتيش. طابع مكافحة الايدز، الله لا يعطيك العافية. روم وشي. ليه؟ هي باللعبة وتعرفتيني عم بحكي صلي ساعة. عم بسمعك والله. شو عم تسمعيني؟ انخرب بيتي. ليش؟ شو ليش انخرب بيتي؟ شو صار؟ نقلونا من هون. شو صار؟ نقلوني من هون وأنا متت.
لك متت لبين ما قعدت قدامك. خربتها. لك شو خربتها؟ بدك تضلي للمسعه تلعبي فيها؟ لك ايه وصلت ال 2000. 2000؟ والله انا اللي حاسس حالي بدي انتقل شي 2000 مره من مديريه لمديريه. لك الله يلعن الايدز وساعة الايدز. ايدز؟ شو ايدز؟ يا سيدي ايمتى ما بتجوا بتشرفوا؟ نعم؟ امر المسابقة؟ لا لسه ما خلصت تقديم الطلبات. ليش في عندك حدا بيهمك امره؟ خلص لك انا اعتبره من هلا ناجح. شلون؟ لا ابعث لي اياه بكره وانا بقول له شو يساوي. ايه ولا يهمك حط ايديك ورجليك بالبرد. ايه لا ما فيها سئله ولا شيء. بسيطة بسيطة شغلتك محلولة. اي طيب حاضر بنجي. مع السلامة. الله معك. شلونك انت ومها؟ ان شاء الله متفقين وما في خلافات بيناتكم؟ ليش انت كان في خلافات بيناتنا؟ طول عمرنا متفقين بكل شيء. ايه الله يديم المحبه بيناتكم. حكيتها مشان تلاقي المقدم على المسابقه ولا استحيل؟ اذا ما حكيت معها انا بحاكي لك خالتك. رفيقي بطل يقدم على المسابقه، لقى شغلي احسن. وين البصل؟ ما بتعرفوني بحب البصل مع الاكل؟ ايوه لحظه. اهلا 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 بالممثل الشامل. هلا حاجتك أروح فوت البيت خلينا نمشي. اللي بشوفك مستعجل بفكرك مستعجل شوي. يعني شو رايك تعملنا 2 قهوه على ذوقك مشان تتمرن تاخذ ايدك؟ هلا وقت مزحه خلصني جاي جماعه البيت. يلا البيت جد. شوف لي صباط صباط صباط. ليك شوف لي الفرده الثانيه. احمد احمد جد دور بعدين. لا خلصني الفرده الثانيه. شو ها ليك؟ لا هلا انت هيك بدك تروح؟ ايه شو فيها؟ بتضحكوا عليها كثير كثير فاقع. لحظة بعدين مشان ما يعرفوا. ليش هو؟ لحظة هي لا خلصني فليني يلا. ايه يلا يلا مشي. جاكيت بنت تعلم قد ما بدك يا سيدي. هذا احسن محل بيتعلم منه الواحد. شوفوا الناس قبل ما يسلوا ادوارهم، كانت حالتنا الفنية أحسن من هيك بكثير. أنت بإيش ولا بإيش؟ يا حسرة. شكرا عينك. يلا يلا. 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 يلا.
عيني. اهلا وسهلا. على عيني. بدنا نتخلص عليك تحسين افندي. لا في يوم يا حبيبي حسن. نتخلص عليك تحسين افندي مشان تعرف تظبط. طيب شو رايك تحسين افندي نحن مشان كمان لا لازم احسن. يا سيدي يا تحسين افندي نحن جايينك وقاصدين الله وقاصدينك سيدي. نحن في بدنا عندنا شغله بدنا شغله بدنا. استاذ احمد خير في شيء؟ ليش ما نمتي لهلا؟ ليش؟ كنت نايمة حسيت في حركة بالمطبخ خفت يكون شي حرامي. شو حرامي؟ منين بده يجي الحرامي؟ هذا بيت مدير عام، شو نسيتي؟ يعني ما في حرامي؟ لا لا ما في حرامي، بس أنا عندي شوية ضيوف بالمكتب حبيت ساوي لهم أنا فنجان قهوة. معناها تفضل روح حضرتك لمكتبك وأنا بعمل قهوة بجيب لكم إياها. لا 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 أنتِ لا تكلهم، أنتِ كملي نومتك وأنا اللي بساوي القهوة. اشرب فنجان قهوة فتت ساويت قهوة صبيتها زحلقت وقع الفنجان انكسر ليلى سمعت صوت كسر الفنجان اجت شوف شو القصة هذا هو الموضوع كله بس انا شايفة انك عم تتزحلق كثير بهالايام بعدين مو فنجان واحد فنجانين لمين الفنجان الثاني؟ لمين الفنجان الثاني؟ انا اللي عم بسألك انت عم تسأليني فنجان تاني لوحيد كان عندي بالمكتب وراح ها لمين لك القهوة مازال وراح؟ لمين؟ لك انا اللي عم بسألك القهوة طالما راح الي لأنه أنا اجى على بالي اشرب فنجانين سوا فيها شيء هي فيها شيء بس أنا بحياتي ما سمعت عن واحد بيصب لحاله دفعة واحدة فنجانين قهوة مزبوط بده يشرب أكثر من فنجان بيخلص الأول بيصب الثاني أكيد أما يصب لحاله فنجانين قهوة دفعة واحدة هيدي ما عم تدخل لعقلي ما بتصير هي أصلا شغلة من تنتين شو هن يا أما كان في عندك حدا بالمكتب وما بدك ليلى تشوفها يا فتحتينا بالرصاص البياني وين 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 شو عم ساوي يا أولاد في فارة فارة كان دوري وين عشبي شايفه البيت